نكتب في الظلمة وامي في سلتها تدعيني، عايش في حلمة لي محكي فمي حكي توعيني، ديث اللمة الحروف لي سيا بها سنيني، راه الكلمة نشرف لي سيا بها انا، ادمي يا ربي والله صايفة يذكيني، ادمي نشوف احبابي دايرة بيا تغنيني، فمي واصحابي وبابا لي قلي هنيني، فرحة مسويت فلوسهم الدنيا والعالم حالم، فلامي في يدي قمرة ونجوماش نغطي، والله لو كان جاب يدي نطول سنيني ما توفى، نبقى في احضانك ونعلي ركو ركيزة حنخلي نشوفك الفوق، فلامي في يدي قمرة ونجوماش نغطي، والله لو كان جاب يدي نطول سنيني ما توفى، نبقى في احضانك ونعلي ركو ركيزة حنخلي نشوفك الفوق. أوه أوه شافونا مخنوق، غاروا من الناس تحسدو حسدو، وانا معك انتي لموت، شافونا ما فهموا، غاروا من الناس تحسدو حسدو، وانا معك انتي لموت. أمخت اش عجبك فينا برشا قدر وحدي راه بيناتنا؟ جيت الشيطان الحكا يا ودي صبح، واللي راه وجهك يراه الخير، شو عادك الوجه يا ودي سبق الخير، انا سبقناه لي ما عادش خالطين عليه يا ودي، تهنى الموضوع عندك اي برا برا ولتعرف اقف اقف لحظه رح. امشي امشي اقف اقف اسكت اسكت، اعطيني واحده برك نمشي بها هديك، رانا في مؤسسة تربوية، احترم احترم على الأقل. هيدي امشي امشي. هيا السلام عليكم. حاضرين الأولاد حكاية جديدة ونهار جديد. طيب جو كالعادة. جو خلي. يا أخي وين الجديد في الحكاية؟ تو 13 سنة وإحنا عايشين في الروتين نفس الحكاية. أنت والله قلت الحق خنقة. لا أنت بالذات سيب عليك من لغة قالوا خنقة. أنا. ملا خنقي. ايش تاكي من تعدي الدور في تونس كامله وفي الصيف تعدي في تركيا؟ لا فريمون من الخنقه ومن الروتين. بالله ما لاش نقولوا احنا كان دبرنا فلوس ومصرفنا وعملناهم الكل ونطلعوا لخرجنا. حب تفهم الروتين اللي نحكي لك عليها؟ يا سيدي شد عندك، يمشي نهار يجي خوك. اما تعرف الجو وين؟ وين؟ كي تلقى روحك بين الكتب والكرارس. لا فريمون هكايا فواياج طاير. هو الواحد حتى الموهبة بتاعه مش لاقي لها. خليك موهوب. يا موهوب ادخل اقرا ادخل. اه حقا حقا الاربعة عندي لكم سوربريز، تي الموضوع عندي كالعادة. ربي تستر من المواضيع كان المصيبة وقتها. يسكن احدى اللي زي هذا كان يعطي السنه سنه 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 سنه
انت مرزوق بس مش مجاري شو هذا سيب هذا العزاء قبل كل شيء العشية عنا رينيو كان ملابد اللي ما حضرتش توا تحضر العشية يرهم وديك حبا الجو هي شد عندك شد يا سيدي منصور طلع ان شاء الله في الجاموسي واللي عملناه عملناه الاسنان قوي وما خير وكل واحد يخدم على روحه امر واش عمل ساعه كلمت مدير الجاموسي قال لي مريق بلاصتكم كالعاده وجوكم بيه ويرحم والدي من فوق ماهوش مقصر معنا حتى طرف ولدي هاني اش عمل والله النص برسك حاضر ان شاء الله يكون في المستوى الاول يا ابو داوين وصلنا عند نزار يعني داوس دجا كنت بعدي الساعة شوية قال لي مريقل دخل وقعد تراسي فيها جاونا بيه الحمد ايش عملت المدريال ما قلنا مريقل نقول اليوم العشية العشية راف العشية مريقل تجيبوا انا مروة وانت يا واحدة كلمتهم انا شغالة ثلاثة ايام يبعث لي اللغنة مش باش يعطلنا لا يا ودي ما يعطلناش منهم حبيبي كالعادة الحمد لله اه ايش عملت طاقة بيبا ماشي اوت صنعته ها غازي وانت
يا ايش كلمته امريكا قال لي العشيه تعديل عندي وحري ستون تحاسبون قسم التايات اخذ كلمه عاود كلمه قول له راهو العباد لازم تلبس قبل الانيفرسير ان شاء الله نحصل شيء قبل الانيفرسير ان شاء الله لازم يا مختار يا مختار اه مختار ما تسمعش اه اش فما تي وين وصلت في الغناء اه وسي خدمناه انا وسليم سمعنا باللي بدينا عليكم جامي فوتونا فايدو من ريق الغرام ليكم انقري نقضو فيكم الظلام بلغة صعيبة يحب عادي تشوف ما تلقى كلمة هاتري بيا في كراتي حيدنا تراها في منام يا شي عاش عاش اه سمع لولي قلت عليه شكون البزاز واحد متعدي ليه كيفاش حس شنو من هذا والله اه لولي يا اخي الصندوق هيك موجود من اللي جينا لا هو كفا ما صندوق هذا موجود من اللي جينا لا 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 ترى برا مروان شوف لولي اشطح طحين والله يا لولي يدي منين جاء هذا؟ ترى جرب باكي الحديد ترى هل هل ترى هل باكي الحديد مليك لا الله هذا تم حلو اه ايه عرفت كيف ينحلو مليك ايه يا لولي ده مسكون زعما اللي خليها ديتوا المواضيع على ولادها هي طب هذا مش نحطوها حريز علاش نزلوا انا هادي عنده حريز وغازي غازي اه حريز خبيه الموضوع نزلوا احمد نزلوا مروان الموضوع ما تقولوا عليه لحد ايه نسمع ليه حد مريقل ترى بعد شوي الولاد عرفتوا ايش شكون حاط الصندوق فما شكون تو عرف بلاصتنا ايه ورا حبا ياك مش موضوع انا علاش مش موضوع لازم نبدل البلاصه مرحبا مش ليه ما يجيش لازم نبدل بلاصتنا مرحبا هي بلاصتنا بلا انا غادي ما تسمع بينا حتى احد باش نعملوا رينيو كل واحد يجي ميساج من تليفون وحده تو تبدل البلاصه ويجي لكم الادريس نتاعها تمنى اللي حد يروح يروح عملته كيفاش بطول كيفاش حتى كان روحنا ما خدكش خلف يوم